سؤال: ما الفرق بين المذبح في العهد القديم والمذبح في العهد الجديد؟ المذبح في العهد القديم كانت تذبح عليه ذبائح حيوانية، يعني بعض حيوانات تذبح وتقدم على المذبح مشروحة في سفر اللاويين وتختلف الذبائح دي من ذبيحة الأخرى حسب نوعية الخطية وحسب الشخص اللي بيخطئ ليها، يعني مقاييس. انا على ما اظن شرحت لكم جزء من الموضوع ده في محاضرات دم ونار نشرت على ما اظن فاطمة. اما المذبح في العهد الجديد فهو ذبيحة الافخارستية، تقديم القربان المقدس ليتحول الى جسد الرب ودمه. ولكن حاجة مشتركة بين المذبحين هو ان كليهما